بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يقارن بين المحتوى الحراري للمواد المتفاعلة والمحتوى الحراري للمواد الناتجة في تفاعل كيميائي ما، سواء طارد الحرارة، مصل الحرارة، الحراري. أنا أقول لك الله بالخير، إحنا اتفقنا أن التغير في المحتوى الحراري يساوي لتفاعل ما يساوي المحتوى الحراري للنواتج ناقص المحتوى الحراري للمتفاعلات. خلاص، هذا راح يعطيني ثلاث حالات. الحالة الأولى هي أن تكون النواتج المحتوى الحراري مالها أكبر. إذا كان المحتوى الحراري النواتج أكبر، معناته الموجب راح يكون أكثر من السالب. عدلنا بينهم سالب هني، إذا الموجب راح يكون أكبر من السالب، إذا المجموع النهائي راح يكون موجب. إذا نقول إذا H للنواتج أكبر من H متفاعلات، في هذه الحالة راح تكون دلتا H موجبة. هذه موجب VE، يعني positive، يعني موجبة. حلو، وهذا معناته أن التفاعل ماس للحرارة. الحالة الثانية، إذا كانت الـ H للمتفاعلات أكبر من الـ H للنواتج، يعني المحتوى الحراري للمتفاعلات أكبر من النواتج، شو يصير؟ يصير القيمة السالبة أكبر، معناته دلتا H بالنهاية راح تكون شنو؟ راح تكون سالبة. إذا أقول دلتا H راح تكون شنو؟ سالبة، نيجاتيف. حلو، وهذا يسمونه تفاعل طارد للحرارة. الحالة الثالثة أن يكونون متساوين، يعني المحتوى الحراري النواتج هو نفس المحتوى الحراري المتفاعلات، فلما نطرحهم من بعض يصير الفرق صفر، معناته التفاعل يصير لا حراري، دلتا H تساوي صفر. ماذا تعني الظروف القياسية عند تحرير حرارة التكوين؟ الظروف القياسية يعني 25 درجة سيليزية، هذه درجة الحرارة، والضغط يكون 1 ATM، هذه يسمونها الظروف القياسية. كيف تتأثر حركة الجزيئات في نظام ما عندما تزداد درجة الحرارة؟ يا أخوي، أنت يجيب قوري ماي وشب تحت نار، ها؟ شو يصير بالماي؟ يتحرك، عدل؟ عدل أم عدل؟ كل ما زاد درجة حرارة الماي، كل ما زادت حركة الجزيئات، إذن تزداد حركتها. إنزين، إذا امتص نظام ما الطاقة بشكل حرارة، ماذا يحدث لحركة الجزيئات في محيطه، مو في النظام نفسه، في المحيط؟ الحين هو خذ الحرارة، النظام خذ الحرارة من المحيط، معناته المحيط صار فيه برد. إذا برد شو يصير بحركة جزيئاته؟ تقل حركة جزيئات المحيط. عندما تحترق مادة عضوية، يعني هيدروكربونية، ما هو ناتج عملية الاحتراق؟ مادة عضوية يعني تحتوي على هيدروجين وكربون متصلين ببعض، مرتبطين ببعض. حلو، مثلا الميثان مثلا، حلو، أو غيره كثير، يعني مثلا لو قلنا C2H2، حلو، أو C2H4 إلى آخره، في كثير من المواد العضوية المهم أن فيها كربون وهيدروجين. ما هو ناتج عملية الاحتراق؟ دائما ناتج عملية الاحتراق يكون ثاني أكسيد الكربون وأكسجين. فأي عملية احتراق لو مسكنا هذا الحبيب، قلنا CH4 زائد O2 وشرارة، شنو راح يعطيني؟ راح يعطيني CO2 زائد H2O. هالمعادلة موزونة؟ مو موزونة، أوزنوها أنتو. لكن بالنهاية كل مادة عضوية تحترق راح تعطيني ثاني أكسيد الكربون، راح تعطيني ماي، لازم يكون من
نواتج عملية الاحتراق. يقول إن كل من التفاعلات التالية حدد دلتا H ونوع التفاعل سواء ماصل الحرارة أو طارد الحرارة. هني تلاحظ أن الحرارة وين؟ في النواتج، إذن هذا طارد لأن الحرارة نتجت يعني انطردت، والدلتا H راح يكون سالب 3.9 3.5. حلو، هني نفس الشيء، تشوف الطاقة في النواتج، إذن هو طارد الحرارة، والدلتا H تساوي كم؟ سالب 1.9 8 كيلو جول. ليش؟ لأن طارد الحرارة، فدلتا H راح تكون سالبة. هني لا، تشوف الحرارة ويا المتفاعلات، إذن هو تفاعل ماص للحرارة، والدلتا H راح تكون موجبة، فراح تساوي 1.76 كيلو جول. هني يقول لي أعد كتابة كل من التفاعلات التالية، وضع قيمة دلتا H في المعادلة، ثم حدد نوع التفاعل ماص ولا طارد ولا كذا. الحين أنا بالبداية بحدد نوع التفاعل، هذا سالب معناته طارد الحرارة، موجب يعني ماص الحرارة، سالب يعني طارد للحرارة. خلصنا. انزين، يقول لي دخل دلتا H في المعادلة. أقول مو مشكلة، خلينا نحل أول واحدة. راح يصير عندي هو تفاعل طارد صح، يعني راح تصير لي النواتج 3CO زائد Fe2O3 يعطيني 2Fe زائد 3CO2 زائد 24.7. استاذ ليش ما حطيت ناقص 24.7؟ يعني هي هني سالبة، ليش ما حطيت ناقص؟ حبيبي اذا شفتها سالبة معناتها تي في النواتج، اذا شفتها موجبة يعني تي ويا المتفاعلات، مو معناته تحط سالب هني. واضح؟ اذا السالب يدلك وين مكان الشسمة الطاقة. خلاص واضح؟ انزين، اللي تحتها يلا 2NO 2 عطاني 2NO زائد O2، والدلتا H شنو؟ الدلتا H موجبة، معناته المفروض يكون هني ويا المتفاعلات، فواحد واحد 4.2. إذن عشان نكتبها عدل راح أقول 2NO2 زائد 1.4.2 يعطيني 2NO زائد O2.